بعد ما افطرنا وخلصنا الفطور مرقت أجلي في المطبخ قطايف، فبدت الغذائف كلها تنخبط على بيتنا. واحنا طلعنا الحمد لله والردم فوق روسنا، طلعنا حافيين القدم عريانين الراس. لما جيت على البيت انا وتفرجت على الدمار اللي كان فيه، اللي كنت انا قاعده فيه اللي 35 سنه قاعده في البيت، رجعت على البيت لقيت البيت تراب. الان احنا في موسم صيف، بكره جينا موسم الشتاء والبرد، من وين بدك؟ بدك ملبس، بدك ماكل، بدك مشرب، بدك حمامات، بدك الحفات، من وين بدنا نجيب؟ نزل كل الناس مخربه، وقعدوا يقصفوا علينا قنابل وصواريخ، والوضع كان يعني سيء كثير، ما قدرناش نتحمل. انا حاليا قاعد فوق ركام البيت اللي كان مكون من 5 طوابق 6 شقق وفي 5 6 عيال. المستقبل لغاية هلقيت مش مبين له أي عنوان ولا مبين له أي معاني، ونقدرش لسه نعرف المستقبل إيش بده يصير فيه. إحنا ناس هلقيت مشردين، كل واحد هو وعياله في بيت أو في مدرسة أو في مؤسسة أو في أي نتفة قاعد، يعني ما بنشوفش بعض وما بنعرفش الأولاد وين وعايشين أو طيبين. فأثناء القعدة اللي إحنا كل واحد قاعد في نتفة